يبدو أن الفنان محمد رمضان يواجه واحدة من أقوى الأزمات التي مر بها منذ بداية مشواره الفني، خاصة وأن الأزمة لم تعد خاصة بقصة الطيارة الموقوفة عن عمله فقط، بل باتت أزمة مع الجمهور أيضا الذي انتقد تصرفات ورد فعل الفنان الشاب على تلك الأزمة. فمنذ أن كشف الطيار أشرف أبو اليسر عن عدم تواصل محمد رمضان معه بعد أن تسبب في إيقافه عن مزاولة مهنته مدى الحياة بسبب الفيديو الذي نشره محمد رمضان وظهر فيه وهو في كمرة القيادة داخل أحد الطائرات الخاصة وادعى أنه يقود الطائرة، وبات محمد رمضان في مرمى انتقادات الجمهور الشرسة. صباح الخير، أنا الكابتن أشرف سعد أبو اليسر اللي كنت في الرحلة بتاعت الفنان محمد رمضان في سبتمبر اللي فات، و أخ الفنان محمد رمضان طلب إنه ياخد صورة تذكار عشان يفرجها لابنه، واحنا طيارة خاصة، الطيارة كلها هم 8 ركاب 8 فتيهات، ومفيش عائق أساساً بين الطيارين وبين الركاب، مفيش باب فاصل يعني. فالكوبايلوت اللي كان معايا راح الحمام الحقيقة، لقيت الأخ محمد رمضان واقف جنبي وبيقول لي بعد إذنك أنا هاخد صورة أفرجها لابني. إحنا كطيارة خاصة بيركب معانا ناس VIP، رؤساء جمهوريات ووزراء وأمراء من كل بلاد العالم، فلما بيطلب ان هو ياخد صوره كتذكار احنا ب ب ب يعني حبيا ضمنيا بيننا وبين يعني بيننا وبينهم بياخدوا الصوره حاجه فور سيلف لنفسهم، لكن مش للعرض او للنشر او للكلام ده كله. طبعا اللي حصل من الفنان محمد رمضان ان هو نشر الصوره بدون علمي ولا موافقتي على الميديا في فيديو لأغنية، الكلام ده طبعا كلام خطأ كبير جدا 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 انه اتعمل، لانه بيخالف جميع الاعراف وجميع القوانين اللي في الدنيا ان هو ينزل فيديو متفبرك بالمنظر ده، وان في واحد بيقول ان بيحلف ان محمد رمضان هو اللي سايق الطيارة، ولفظ سايق الطيارة ده يمكن الطيارين يعرفوا ان ده مش لفظ ناس طيارين، احنا بنطير بالطيارة ما بنسوقهاش. المهم ان اللي عمله الفنان محمد رمضان بالفيديو ده تسبب في اذية جامدة جدا لناس كتير وقفل بيوت كتير. وانا لما قلت له الكلام ده واحنا كنا راجعين من الرياض قلت له ان اللي انت عملته ده بدون علمي هيتسبب في أذية ناس كتير، قال لي لا ما تقلقش خالص، احنا الموضوع ده كله in hand واندر كنترول، وانا ليا ناسي هتكلم معاهم وما تقلقش خالص، والموضوع اعتبره منتهي. طبعا الموضوع ما انتهاش، الموضوع بقى قضية رأي عام في يوم وليلة، واللي حصل حصل، وكان قرار الوزارة إيقاف نهائي أو مدى الحياة عن الطيران. وطبعا ده موضوع صعب جدا عليا، لان انا راجل الحمد لله ربي كان ليا تاريخ، انا راجل اساسا قوات جويه، مدرس في كليه الطيران ومدرس على طرازات كتيره جدا في القوات الجويه، ومدرس في طرازات مدنيه بعد ما سبت القوات الجويه، فصعب ان انا اعرض تاريخي كله لانه يتمسح بالاسلوب البايخ ده. هذا هو الموضوع، نهايته ان احنا انا والكوبايلوت اللي معايا اخد ايقاف سنه، وهو للاسف مالوش ذنب برضو الراجل، يعني هو اخد ايقاف سنه ليه وانا اخدت ايقاف مدى الحياه. فطبعا انا سايب لكم انتوا الحكم على الكلام ده، والحمد لله على كل شيء، قدر الله ما شاء فعل. محمد رمضان يخسر الجمهور.
يبدو أيضا أن الفنان محمد رمضان على وشك خسارة العنصر الأهم في تحقيق نجوميته وهو الجمهور، وذلك بسبب هذه الأزمة. فبعد أن كان قطاع كبير من محبيه يدافع عنه ضد الانتقادات التي كانت تنال أعماله، بات هؤلاء يلومونه على طريقة تفاعله مع هذا الأمر. وأصبح محمد رمضان بعد أزمة التيار أكثر قلقا وتخبطا في تصرفاته، وانعكس ذلك على رد فعله. فبدلا من تجاهل الأمر أو التعليق بشكل لا يساهم في زيادة الجدل حوله، قرر الفنان الشاب الاستعانة بالجمهور معتقدا أنهم سيساندونه في هذا الوقت، إلا أن الجمهور كان له رأيا مختلفا. فعندما نشر محمد رمضان مقطع فيديو كشف من خلاله أن التيار طلب منه 9.5 ملايين تعويضا، وبعد مهاجمة الجميع له تراجع محمد رمضان وحذف الفيديو بعد أن انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي. أنا عايز أوضح حاجة مهمة جدا جدا. الفنان محمد رمضان أعتقد نزل فيديو بيقول انه انا طلبت منه مبلغ 9.5 ولا 10 مليون جنيه، وان هو شاف لي شغلانه وانا رفضت. الكلام ده طبعا كلام غير صحيح بالمره. انا ما طلبتش، عمري ما طلبت فلوس من حد. وطبعا الناس كلها اللي قعدت معايا او اللي سجلت معايا او اللي عملت حوارات، لو حد فيهم كان سمع ان انا طلبت فلوس من حد، انا ما طلبتش فلوس من حد خالص. بالإضافة لأن الشغلانة اللي جايبها لي الفنان محمد رمضان كتر خيره طبعا، بيقول لي يعني في واحد صاحبه اسمه سعيد إمام هو اللي اتصل بي وبيقول لي في شركة طيران اسمها أنا مش فاكره الحقيقة، حضرتك روح قدم سي في فيها. أنا النهاردة يا جماعة أنا هقدم سي في لمين دلوقتي؟ هقدم سي في لمين؟ ثم إن هو يعني الظاهر المجموعة ما قرتش العقوبة اللي توقعت عليا بإيقاف مدى الحياة عن الطيران أو مزاولة أي مهنة تمت للطيران بصلة. فأنهي شركة بقى اللي أروح أشتغل فيها؟ وأنهي فلوس اللي أنا قلت عايزها؟ طريقة تعامل محمد رمضان مع الأزمة تثير الجدل. عاد الفنان محمد رمضان ونشر فيديو جديد ساخر منه من الطيار الموقوف عن العمل، حيث ظهر في كواليس تصوير أحد المشاهد من أعماله الجديدة وهو داخل غرفة العمليات ويخضع لعملية جراحية في منطقة البطن. إلا أن التعليق أثار الجدل بين المتابعين، حيث قال: الدكتور اللي صورني وقفوه عن العمل مدى الحياة. لكن بعد الهجوم الحاد الذي تعرض له أيضا، قرر محمد رمضان تعديل التعليق إلى رسوم تعبيرية فقط، كما أغلق التعليقات على الفيديو ليمنع المزيد من الهجوم. وهذه المرة الأولى التي يقوم فيها محمد رمضان بمثل هذا الفعل، بعدما كان يتفاعل مع تعليقات جمهوره ويبدي إعجابه بها. محمد رمضان يحاول كسب ود الجمهور. لليوم الثالث على التوالي حاول الفنان محمد رمضان كسب ود الجمهور، فنشر مقطع فيديو سبب الأزمة عبر تويتر الذي التقطه داخل الطائرة، وحاول الدفاع عن نفسه مرة أخرى ونفى تهمة الكذب عنه وإلقاء اللوم على الطيار الذي علم بتصويره للفيديو لكنه لم يمانع بحسب قوله. ثم قال في تعليقه: أنا ما كذبتش لما قلت إن الكابتن عارف إن في فيديو بيتصور، وأنا ما أعرفش قوانين الطيران المدنية، ولو حضرته قال لي ممنوع الدخول ما كنتش هزعل، ومع ذلك قسما بالله لم ولن أتخلى عنه، وربنا وحده يعلم بذلك، وأنا واثق في عدل ورحمة ربنا ثم سلطة الطيران المدنية، إن شاء الله هتلغي العقوبة ويرجع عمله. ويبدو أن الفنان الشاب علم أن هذه الأزمة لن تمر مرور الكرام وقد تؤثر على مشواره المهني، وليس كما مرت الانتقادات التي تعرض لها من قبل وانتهت بدفاع الجمهور عنه. دعاء فاروق تهاجم محمد رمضان: اخص عليك بتكيد زي النسوان الكيادة. وجهت الإعلامية دعاء فاروق رسالة شديدة اللهجة للفنان محمد رمضان تجاه تصرفه بشأن الفيديو الذي نشره داخل غرفة عمليات ساخرا من أزمة الطيار الموقوف عن العمل. وكتبت دعاء فاروق عبر حسابها على انستغرام وقالت: هل تعلم يا نجم النجوم أن هناك ما يسمى بالمن والأذى في القرآن الكريم؟ فإذا عرضت المساعدة على أي حد ثم فضحته بنشر هذا العرض أو هذه المساعدة على الملأ فهذا يسمى من وأذى.
أي أنه حبط عملك ولا قيمة له لا دنيا ولا آخرة. هل تعلم يا نمبر ون أن المنظرة بفعل الخير وبمساعدة الناس اسمها رياء، والرياء يا نجم هو الشرك الخفي الذي لا يقبله من لا شريك له؟ هل تدرك يا مبدع أن تعليقك على الفيديو بأن الدكتور اللي صورك توقف مدى الحياة اسمه تلقيح بالكلام وكيد وهمز ولمز وسخرية واستهزاء بموقف حزننا له جميعا؟ عندنا دم يا أخي، بنحس بالناس يا سيدي، بتفرق معانا مشاعرهم يا فنان يا حساس. لم يصبنا فيروس التباهي بأذية مخاليق ربنا والتريقة عليهم بعدها. حضرتك بتكيد زي النسوان الكيادة، التيار اللي توقف بالفعل مدى الحياة بسبب منظرتك تاريخ طويل كان يجب أن ينتهي بتكريم وخروج مشرف، انتهى بخروج مخزي بسبب فيديوهات جنابك اللي بتبلينا بيها كل يوم. وتابعت الإعلامية دعاء فاروق في رسالتها قائلة: مش معقول الإحداث يا محمد، خلاص بقالك كتير مهم ومشهور وبتركب كل يوم طيارات خاصة وعربيات من الفضاء، واحنا مصدقينك والمصحف ونبصم بالعشرة انك واصل واغنى من سلطان بروناي. خلاص بقى احنا زهقنا ومش فارق معانا على فكرة، والطيارات الخاصة مش عجبة لان الكل بيركبها دلوقتي، ومفيش ممثل او مطرب مركبهاش من كتر ما شفنا صورها بقت عاملة زي التاكسي الابيض. انت ما زهقتش؟ احنا مش منبهرين خالص وانت لسه منبهر. واحد تاني كان اتكسف واستخبى وراح باس على راس الرجل اللي اتمنع من شغله لاخر عمره، مش يتمنظر بمنتهى الجهل بانه جاب له شغلانة وهو ممنوع من ممارستها. واختتمت الاعلامية دعاء فاروق رسالتها لمحمد رمضان قائلة: الطيار اخطأ واخد جزاءه لاخر العمر بسبب سماجة منقطعة النظير، غلطته ان سمح بيها، ومش هنكتر سكاكيننا على الراجل لانه مش ناقص بعد العقاب الرادع الذي يعتقد البعض انه يستحقه ويتعاطف معه البعض الاخر. انت بقى بسكينتك التلمة شمتان وبتتريق كمان يا اخي. تغور الشهرة والموهبة وحب الناس لو ما عملتلهاش الف حساب. انا ما كانش عندي مشاكل معاك خالص وكنت بقول فرحان بنجاحه وماله اما يفرح، انما تتسبب في اذية الناس وتشمت فيهم كمان يبقى اخص عليك يا محمد يا رمضان.